اهلا بحضراتكم جديد. في الحقيقه بنتكلم على انطلاق فعاليات مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيله والقصيره نسخه 19. في الحقيقه طبعا بحضور طبعا عدد من المسؤولين منهم وزير الثقافه حلم النمنم، محافظ الاسماعيليه ياسين طاهر، دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافه لشؤون السينما. في الحال الفعاليات مستمره من يوم 19 لحد يوم 25 ابريل. المهرجان طبعا بيهدف التركيز بالاساس على الافلام القصيره والتسجيليه. المهرجان طبعا ده مهرجان المفروض ان هو ذو سمه دوليه وذو صيت دولي، في مشاركات طبعا حوالي من 40 دوله، لكن في الحقيقه عايزين نتكلم في موضوعات كتيره تخص المهرجان ده مع ضيفنا الكريم الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني بالاهرام العربي. مشرفنا استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير. مهرجان بالشكل ده او يعني المفروض ان هو ليه وزن وليه حاجه معروفه بالشكل ده، ما نسمعش عنه للدرجه دي، يعني يبتدي وينتهي ان احنا ما كناش نضوء عليه، ما كناش نعرف ان المهرجان موجود. هو في مشكله في الوقت الحالي، المهرجان اتغير ميعاده. هذا المهرجان انطلق سنة 1991، كان المركز القومي للسينما هو حتى الآن هو القائم على هذا المهرجان، هو اللي بينظمه من سنة 91 لحد دلوقتي. يعني احنا بنتكلم في 26 سنة، توقف تقريبا 7 دورات على مدار الربع قرن اللي فات، عشان كده دي الدورة 19. هذا المهرجان في الأساس كان هو المهرجان الدولي الوحيد في المنطقة العربية المتخصص في الأفلام القصيرة والتسجيلية. دايما كان معاد هذا المهرجان شهر 11 شهر 10 في أكتوبر تحديدا، وبعدين جينا من حوالي 4-5 سنين كده اتحرك الوقت واتعمل في شهر 6، وبعدين دلوقتي احنا بقينا نعمله فين؟ في شهر ابريل. المشكلة الأكبر إن الدعاية لهذا المهرجان مظلومة. يعني ناس كتير ما تعرفش إن المهرجان شغال أو هينطلق. ومع ذلك أنا لو جيت أشوف عدد الدول المشاركة تتعدى 40 دولة. طب إزاي هذا العدد الكبير ومع في نفس الوقت مفيش دعاية في مصر نفسها بهذا الشكل؟ هي دي المعضلة اللي بيصادفها مهرجان الإسماعيلية على مدار السنوات القليلة الماضية، يمكن 5-6 سنين اللي فاتوا، ان مفيش تركيز في الدعاية، برغم ان هذا المهرجان هو الوحيد في الشرق الاوسط الذي يحمل شارة دولية في المتخصص في الافلام القصيرة والتسجيلية. ما ده برضه استاذ احمد من ضمن الحاجات اللي احنا ده يعني دي مشكلة كبيرة ان احنا نشوف الشكل ده، يعني ده ممكن يكون المهرجان ده مصدر جذب للإسماعيلية، مصدر ترويج للإسماعيلية. يعني نشوف الإسماعيلية مدينة تعتبر مدن عالمية، اذا كان مثلا نتكلم على مدينة او مقاطعة صغيرة فرنسا اصبح يعني صيتها القاسم الثاني. يعني من الحاجات الغريبة ان انت بعيدا عن ال 15 يوم بتوع مهرجان كان، لو عديت ال 15 يوم ورحت في اي يوم في السنه لمدينه كان مش تلاقي فيها مخلوق. تمام. اذا الدعايه الاساسيه هي عنصر الجذب. هذا المهرجان ايام ما كان ماسك المركز القومي الاستاذ علي ابو شادي كان بيعمل بنفسه على حكايه الدعايه، ازاي يطلع في التلفزيون، ازاي يكلم الصحف، ازاي في حاجات كتيره جدا جدا كان بيعمل عليها. النهارده في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا في بعض الناس ما تعرفش ان في مهرجان اساسا اسمه مهرجان الاسماعيليه، في سبيل ان انت لو خرجت خارج مصر وتعاملت مع ناس سينمائيين المتخصصين في افلام الدوكيومنتري والافلام الشورت موفي اللي هي القصيره والكلام من ده وافلام التحريك، اهم حاجه عنده يقول لك انا عايز اجي مهرجان الاسماعيليه. طب ليه؟ يعني انا في مهرجان بيروت في سنه من السنين كان عندي المخرج، كان مخرج كبير عراقي اسمه عباس فاضل عايش في فرنسا، كان عنده فيلم مهم قال انا عايزه يتعرض في مهرجان الاسماعيليه، لان مهرجان الاسماعيليه الجائزه بتاعته جائزه معتمده دوليه. لما تيجي هنا تلاقي بعض الناس مش عارفه هذا المهرجان. في نقطتين السنه دي يمكن مهمين جدا في سيستم المهرجان. المهرجان يتبع المركز القومي للسينما، وحاليا رئيس المركز القومي للسينما دكتور خالد عبد الجليل، وهو في نفس الوقت مستشار الوزير.
حقيقة واحنا في المؤتمر الصحفي الأسبوع اللي فات كان بيتكلم على نقطة مهمة. ليه دايما احنا عايزين رئيس المركز القومي للسينما هو رئيس المهرجان؟ ليه؟ هو اللي بيتكلم شخصيا. هو اتكلمنا في النقطة دي، قال احنا دلوقتي بنعمل عملنا فصل كبير جامد ما بين رئاسة المركز ورئيس او رئاسة المهرجان. على هذا الاساس في تفكير في الوقت الحالي ان رئيس المهرجان لما يتعين لمدة سنتين. السبب ايه؟ السبب ان الفترة اللي فاتت كان في بعض الناس او في يعني في تفكير كده ان واحد وصل 59 سنة طب ما يقعد سنة رئيس المجلس القومي المركز القومي للسينما ويبقى رئيس مهرجان اسماعيليه ويمشي. ده هنا نوع من انواع التكريم، التكريم الفكري. لكن في نفس الوقت هو مش هيلحق يعمل حاجة، تمام؟ لكن لما بتيجي تتعاقد معاه لمدة سنتين حتى لو كان هناك بعض الملاحظات في الدورة الأولى يقدر يتلافاها في الدورة الثانية ويقدر يعمل خطة طويلة الأجل على مدة السنتين. السنة دي رئيس المهرجان هو النقد عصام زكريا، وده فكر شاب، فكر جديد، ده شيء جميل. عندنا أربع مسابقات. المسابقات في تسجيلي طويل، تسجيلي قصير، في روائي قصير، في أفلام التحريك. دول أربع مسابقات. مصر ليها أربع أفلام داخل المسابقات وفيلمين خارج المسابقة. لو جيت أشوف الدول هلاقي إن عندي 40 أو 42 دولة مشاركة، وده عدد جيد جدا. بعض المشاهدين ممكن يقول لك هو ايه الفيلم القصير ده، يعني ده فيلم 10 دقايق. لا، هو الفيلم العشر دقايق مهم جدا في حاجتين. اولا بيقدر يركز الفكرة بتاعته في مدة قصيرة. ثانيا بيظهر لك اذا كان قدامك مخرج فاهم ادواته ومتمكن منها ولا لا، وده ممكن ما تلاقيهوش في السينما الطويلة، السينما الروائية الطويلة. عندي بعد كده أفلام الدوكيومنتري أو الأفلام التسجيلية. هذه الأفلام بتعتبر شيء موثق. ليه؟ لأن الأفلام التسجيلية دايماً بتتناول تاريخ حاجة، قصة والحدث في نفس الوقت. يعني حتى الآن تاريخ ورشفة حاجة يعني. بالظبط. في ناس بتسأل طب انت عندك مثلا 25 يناير و 30 يونيو ليه ما تعملش عليهم افلام؟ لان عشان اعمل فيلم طويل لازم بيعدي فترة تاريخ معين عشان نقدر نحكم. بالظبط. نحكم ما له وما عليه يعني. لكن مين اللي يقدر يوثق لي الحدث؟ السينما التسجيلية. تمام. فمن هنا أهمية السينما التسجيلية وأهمية السينما الروائية القصيرة، بالإضافة إلى عنصر التحريك. عنصر التحريك ده مهم جدا حتى للأطفال. يعني احنا لما ابتدينا واحنا صغيرين كان في سندباد وفي المشط الساحلي وطوانجيري بعد كده يمكن حضرناها، لكن بقول لك في حاجات كتيرة جدا دي كلها كانت بتعلم الأطفال. عندي نقطة مهمة في المهرجانات ومهرجان الإسماعيلية الأساس فيها. المهرجان بيقام في مدينة الإسماعيلية، يعني احنا على بعد كده 100 كيلو من القاهرة. الأهم من عرض الأفلام الورش اللي بتتعمل على هامش المهرجان. على هامش المهرجان. بمعنى أهمية المهرجان في إيه دلوقتي؟ أنا عندي الإسماعيلية، شعب الإسماعيلية بيروح يحضر. لكن عشان يدخل داخل النسيج الأساسي لهذا المهرجان اتعمل للأطفال ورش لتعليم الرسم مثلا، ودي من الأفلام التحريك. فبيجيب لهم حد متخصص يعلمهم الرسم على مدار الأربع خمس أيام. حاجة ممتازة جدا. ودي هو ده بقى دي بداية الفعاليات الأساسية، بداية الخيط. يعني ممكن نلاقي فنان حقيقي من دول يعني. بالظبط. فهنا في بعض النشاطات على هامش المهرجان تعتبر بالنسبه لشعب اسماعيلية اهم كمان من عرض الافلام. ده شعار برضه يا استاذ احمد السنه دي، يعني ده شعار المهرجان، مهرجان الاسماعيليه لاهل الاسماعيليه. ده كان شعار، هو ده اللي احنا عايزينه، شعار ممتاز جدا، اختيار موفق جدا. المشكله في خلال السنوات الماضيه في محافظات مصر
بعض المهرجانات تخرج من القاهرة بمخرجيها بإدارتها بمشاهديها تروح المحافظات في مكان مغلق عليها تعمل المهرجان بتاعها وترجع. هل تفاعل معها أهل المحافظة؟ ما كانش فيه، دي المشكلة. لكن النهاردة لما أعمل الورش دي ويدخل معايا أهل المحافظة، يبقى أنا هم عندهم إحساس المهرجان بتاعهم، وهو ده عنصر نجاح. ما أنا الـ 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 الهدف الرئيسي من أن أنا بعمل مهرجان في محافظة معينة أن أنا أشرك أهلها سواء في الفعاليات أو سواء في الإدارة، بحيث أن هم القائمين على هذا المهرجان. لكن ما جيش أنا من القاهرة عندي كل حاجة وفقط بيقام على أرض هذه المدينة. من هنا بأعتقد أن حكاية الورش الموجودة سواء في التصوير، سواء يعني عندنا أستاذ سعيد شيمي، دكتور سعيد شيمي، وهو واحد من أهم المصورين اللي ابتدوا كمان موضوع التصوير تحت الماء، هو رائد من رواده. لما يجي في مهرجان ويعمل لمدة يومين محاضرة أو اتنين أو ورشة لتعليم التصوير في هذا المكان، هو ده النجاح. طيب استاذ احمد، عايز اسال برضو، ليه ما يتمش استغلال الاستغلال بتاع السوشيال ميديا بحجمها وبثقلها نروج لهذا المهرجان؟ يعني فيسبوك، تويتر، كل الحاجات دي، يعني حتى دي حاجات مش مكلفه قوي. هو المفروض، لكن هي المشكله الاكبر دايما القائم على المهرجان، اي مهرجان، ما بتكلمش على اسماعيليه بس، ده حتى مهرجان القاهره اللي احنا زمان كنا بنستناه واحنا صغيرين، على اساس وانت ماشي على كل اكتوبر بتلاقي الصور بتاعت النجوم الحمراء دي كلها السجاده الحمراء، بالظبط، اللي ماشي على السجاده الحمراء. في الوقت الحالي الدعايه بتاعته قليله جدا. اولا في التلفزيون ما بنلاقيش دعايه كتير، يقول اصلها مكلفه ومش مكلفه، دي مشكله. الحاجه الثانيه، انا محتاج حد مسؤول عن قسم خاص كده اسمه قسم الدعايه، ما بلاقيهوش. الموضوع حتى وكالة يوكل الموضوع لأهله، ما هي المشكلة في الوكالة يقول لك ما فيش فلوس. هي دي. أنا عندي مهرجان، بص، مصر هي أصل السينما في المنطقة العربية طبعا، ما فيش كلام، ومع ذلك النعمة يعني انت ده المفروض، ومع ذلك احنا بنهدر 50 أو 60% من هذه القوة ان احنا ما بنعملهاش دعاية. في الحقيقة يعني مشكلة، بنحرت في المية يعني، بالظبط، عبارة عن بتعمل مجهود ولكن ما بيبانش. بالظبط. ليه؟ لأن الدعاية بتاعته أقل جدا. في نفس الوقت محتاجين حاجة مهمة، الجوائز يبقى لها قيمة مالية عليا أو كبيرة. ليه؟ لأن أنت النهاردة نفترض إن أنا مقدم فيلم أو مشروع فيلم، مشروع فيلم سيناريو لو اتوافق عليه، محتاج ان هو عشان يترجم الى عمل فني محتاج تمويل. طب الجائزه اللي انا هاخدها 10,000 ولا 5,000 ولا اكتر، هل تعمل لي هذا الفيلم؟ ما هو لازم افكر. انا بعض الناس بيبقى عنده السيناريو وبدل ما يوديه مهرجان الاسماعيليه يقول لك لا لا لا، او مهرجان القاهره كمان، يقول لك انا اطلع بيه على دبي، على ابو ظبي، على مش عارف فين. ليه؟ القيمة المالية الكبرى بتعمل فيلم وفي إبهار كمان، فمحتاج إن أنا أعيد النظر لهذه القوة الناعمة. لو ضاعت مني والله مفقود تماما يعني، إن هي معروف جدا يعني مصر، حضرتك لما نسافر أي دولة مثلا من دول المغرب العربي صعب جدا ان هو احنا نفهم كلامه، لكن هو فاهمه كويس جدا جدا بسبب الافلام بتاعتنا وبسبب القوة الناعمة بتاعتنا. انا كنت في الجزائر في وهران، واحنا واقفين في الشارع قدام السينما، لما عرفوا ان احنا مصريين تلموا علينا كلهم وابتدوا يتكلموا معانا بالطريقه اللي بيتكلم بيها عادل امام، بطريقه شريهان لانه هو بيحب شريهان جدا، يعني عرفونا عن طريق القوى الناعمه اللي هي السينما. طبعا لو انا فقدت ده ايه اللي باقي لي؟ هنا محتاج اعاده نظر. اعاده النظر، شوف عندنا مشكلة يعني كبرى، حاجات مهمة جدا لازم نتكلم فيها بالشكل ده استاذ احمد. طبعا بالذات موضوع ان الفن قوة ناعمة وآلات مستخدمة الآن يمكن بيستخدموها كمان، مش عايزين نصطلح في مصطلحات حروب الجيل الرابع وغيرها، وان هي بتنشر انتشار الدولة بشكل كبير جدا. هي الفن طبعا، ده في نقطة أهم، هو الوقت للأسف أنا هتكلم في 30 ثانية. الرئيس السيسي خلال الفترة اللي فاتت قال تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني
مش معناه ان شيخ الازهر بيكتب خطبه يغيرها، لا، معناه ان انا ابتدي من وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه المهتمه بالقوى الناعمه، بحيث ان انا اعمل تشكيل وعي لناس فاهمه، من هنا يبتدي تجديد الخطاب الديني. ليه انا ما اوظفش القوى الناعمه في تجديد الخطاب الديني؟ صحيح. شكرا جزيلا استاذ احمد، شرفتنا استاذ احمد شرف الدين الناقد الفني بالاهرام العربي. شكرا جزيلا استاذ احمد، شرفتنا. شكرا. صباح الخير مره ثانيه. ده كان ختامنا مشاهدينا الكرام لبرنامج هذا الصباح لهذا اليوم. غدا باذن الله فريق عمل جديد نلتقي في تمام السابعه صباحا بعد الموجز بقليل ان شاء الله. فريق عمل جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء. We'll be right back.